اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش تركي مدخن بالريحان والزيتون. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندويتش. ورجعنا من الفاصل. مكونات الساندويتش تركي مدخن: طماطم متقطعه، ريحان، اوراق ريحان خضراء طازه، بصل متقطع برضو مكعبات صغيره، زيتون اسود مفروم، خل بلسمي، هنستعمل شويه ملح وفلفل وشويه زيت زيتون. الساندويتش ده بسيط. نجيب الاول التركي، نقطعه، وبعد كده نحط بقية المكونات. معلقة زيتون مفروم، شوية طماطم، بصل بس مش كتير قوي، خل بلسمي، ونقطع شوية أوراق ريحان، شوية زيت زيتون، شوية ملح وفلفل. نقلبهم. كده بمنتهى البساطة الساندوتش جاهز. كده الساندوتش بتاعنا جاهز. نطلع فاصل ونرجع نعمل العصير. النهارده هنعمل عصير كركديه بالاناناس. المكونات: كركديه، اناناس، حلقات، لبن بودرة وسكر، وهنستعمل طبعا معاهم شوية مية. نحط الأناناس الأول، كركديه، لبن بودرة، شوية سكر، والميه. نقفل ونخلط.
كده العصير بتاعنا جاهز، عملنا كركديه بالاناناس، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.